الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والأقرب عندي إن شاء الله أن معنى الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة صفة لا سببا. من يشرح لي هذا؟ هذا هو، يعني بمعنى أن من اغتسل يوم الجمعة غسلا صفته كغسل الجنابة، ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من جنابة حتى يدرك الإنسان فضيلة هذا الاغتسال. وبناء على ذلك فيستحب للإنسان في غسل يوم الجمعة أن يتوضأ قبله، لأن هذا هو صفة غسل الجنابة، وأن يريق على رأسه ثلاثا يرويه، وأن يخلل رأسه بأصابعه ويعمم بدنه بالماء مرة واحدة ثم يغسل قدميه مكانا آخر. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل